بلنت حسن واللي قدم في هذه البطولة يختلف عن ما شاهدناه في غرب آسيا. شنو اللي اختلف؟ تعرف يعني بلنت من اللاعبين الجيدين اللي نحتاجهم احنا بالفريق. تعرف يعني يجوز يعني مر بظروف او يعني ما لعب دقائق اكثر بناديه، فيعني هو يبقى من اللاعبين الجيدين واللي يفيدنا هو بالمنتخب، ويعني اضافه جيده انه اختلف بلند بين غرب اسيا وتصفيات اسيا الاولمبيه. اكيد يعني مو بس بلند، هو يعني واي لاعبين يعني المباريات اللي غرب اسيا اللي لعبناها احنا داخل العراق يعني بين ارضنا وجمهورنا اكيد يعني تعطينا حافز تقديم مستوى اكثر. وبلد يعني بلد من اللاعبين الممتازين، ويعني يجوز يعني الاجواء تلفت عليه، او مثل ما تعرف الرطوبه بالكويت عاليه. اي كمل انا جاي احكي المخرج ما لحقت. فاكيد يعني ان شاء الله بلندي يكون دائما بالمستوى المطلوب اللي يقدمه المنتخب. زين، بشكل عام التوليفة كانت جيدة، الأداء كان مقنع، واللي أريد أستذكره قبل هذه البطولة، لأن هاي فرصة أن نطرح هذا الموضوع، الهجمة اللي صارت